بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه الحلقات المباركات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا حول شيء من أحكام الصلاة وما يتعلق بالطهارة لها، وكذلك ذكرنا بشيء من التفصيل أحكاما حول ما يكره في الصلاة وما يستحب فيها، وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثير عنه من سنن، وما يباح في الصلاة فعله وما لا يباح فعله، إلى آخر ذلك من ما تكلمنا عنه مما يتعلق بأمر الصلاة. لعلنا اليوم نتكلم إن شاء الله حول سجود السهو وما قد ينوب المصلي أحيانا في صلاته من أخطاء تجعله في بعض الأحيان يحتاج أن يسجد للسهو أو أن يرقع خلل صلاته بشيء يفعله في الصلاة نفسها. السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يسهون كثيرا في صلواتهم، بل أبو زرعة الرازي رحمه الله كان يصلي بقومه إماما 40 سنة، فأقبل إليه يوما قوم من طلاب الحديث فصلوا معه في المسجد، فرأوا في محرابه كتابات، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وبعض آيات القرآن. فلما انتهى من الصلاة وجلسوا معه يحدثهم، سأله واحد منهم قال: يا أبا زرعة. قال: نعم. قال: ما رأيك في الكتابة في المحاريب؟ ما هو حكم الكتابة في المحراب؟ قال أبو زرعة: قد كرهه قوم ممن مضى، وأنا أكرهه وأنهى عنه، أنا أرى أنه لا يجوز الكتابة في المحراب. فقال له: هو ذا في محرابك كتابة؟ أن تقول ما يجوز، طيب محرابك في كتابة؟ قال: محرابي في كتابة. قال: نعم. فذهب ونظر فإذا في كتابة. قالوا: سبحان الله، ما دريت عن ذلك؟ قال: والله إني إمام منذ 40 سنة، والله ما جاوزت عيني موضع سجودي طوال هذه السنوات وأنا أصلي في هذا المحراب. يا جماعة، يعني لمدة 40 سنة وهو يصلي ما رفع بصره أبدا ولا يدري أن في كتابة. لو تسأل ما هو لون البوية التي في جدار المحراب، ما يدري، أخضر أحمر أزرق، من شدة خشوعه وإقباله على ربه جل وعلا. كذلك ذكر أن بعض السلف كان يصلي بقومه وكان لا يسهو أبدا، فقال له قائل: إنك لا تسهو في صلاتك. قال: وهل هناك شيء عندي أعظم من رب العالمين أفكر فيه؟ فكانوا فعلا يعني في أثناء صلواتهم لا يلتفتون إلى شيء ما داموا أنهم يعني مقبلون على ربهم جل وعلا في صلاتهم، وكان يقول: ليس عندي شيء أعظم من ربي عز وجل لأجل أن أفكر فيه. وهذا يا جماعة يعني هو أمر معروف. الآن لو تأملت في بعض الناس، لو وجدت أنه مع شدة خشوعه في صلاته وانكساره فيها، لا شك أنه مع شدة هذا الخشوع والانكسار يعني يغيب عما حوله من الأمور. يعني الآن لو واحد فرضا ينظر إلى مباراة كرة مثلا في التلفاز أو ينظر إليها قد حضرها، فتجد أن مثلا لاعبه المفضل قد أقبل إلى المروى لأجل أن يسجل هدفا، مثلا هدف كروي يعني، وهو مقبل ذاك الرجل وهو يعني يفر بالكرة يمينا ويسارا، تجد أن صاحبنا فتح عينيه. لو يدخل عليه واحد يقول: السلام عليكم، لو يرن هاتفه الذي في جيبه ما انتبه إليه، لو المكيف مثلا يضرب ويحترق قد لا يلتفت إليه ما دام أن عينه معلقة بهذا الذي يلعب، لعله لمدة نصف دقيقة إلى دقيقة إلى 5 دقائق غائب عما حوله، لأن فكره كله مركز على هذا الجول الذي سيسجل أو هذا البلنتي الذي سوف يشات أو نحو ذلك. لكن يا جماعة، لما نقول لبعض الناس أن فلانا من السلف كان يصلي في المسجد فانهدمت ناحية من المسجد ولم يعلم عنها وهو يصلي، ما انتبه إليها لأنه غارق في صلاته، يقول بعض الناس: يا شيخ أنت من وين تأتي به الكلام؟ لكن لما تقول له في واحد: يا جماعة كان يتابع مباراة، ولما مثلا أحد اللعيبة أقبل على الجول لأجل أن يسجل هدفا، صاحبنا يا جماعة دخلت عليه أمه وكلمته وخرجت وهو ما يدري ماذا قالت، قد تقول أمه: ترى سيدخل ضيوف، يقول: طيب 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 طيب، هو ما يدري إلا الضيوف دخلوا ولا يعلم. أو تقول لأمه: ترى سنخرج، ثم يذهب يدخل يبحث عنهم أين أمي وإخواني، ما يدري أنهم أخبروا بذلك. فيصدق الناس الثانية ولا يصدقون الأولى، لأنهم رأوا من الثانية نماذج ممن يغيبون بالكرة إذا يعني تراكضت بين أيديهم وركضوا وراءها، ولا يغيبون بصلواتهم، بل أحيانا
المباراة يقال والله سنجعل هناك وقت إضافي نصف ساعة لأجل التصفيات، والناس متحمسون، نعم إلا اجعلها ساعة أو ساعتين. لكن لو الإمام يقول يا جماعة إيش رأيكم اليوم في صلاة المغرب بدل ما نقرأ بكم كالعادة قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، إيش رأيكم يا جماعة اليوم نطبق السنة ونقرأ بكم سورة الأعراف جزء كامل يعني 20 صفحة؟ قالوا لا يا شيخ، والله نحن مشغولون وما نقدر يا شيخ وصعبة علينا، ومن أما قوما فليخفف، وحافظين لهم كم حديث يردون به على الإمام في ذلك. المقصود من هذا أن موضوعنا اليوم ليس هذا، موضوعنا اليوم عن السهو في الصلاة، وكيف يستطيع الإنسان إذا سهى في صلاته أن يعني يتعامل مع هذا السهو، كيف يستطيع أن يحله. الإنسان عرضة للنسيان والذهول، والشيطان يحرص على أن يشوش على ابن آدم، أن يشوش عليه في صلاته. وشرع الله عز وجل للمصلي يعني سجود السهو ككفارة أو كسداد للنقص الذي يقع منه في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته، لكنها سهو يعني في صلوات معدودات. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فسلم من ركعتين، وهذا هذه الصلاة لها قصة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فإحدى صلاتي عشي، إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، فلما صلى صلوات ربي وسلامه عليه ركعتين سلم من صلاته ومشى 3-4 خطوات واستند على عمود في المسجد. الناس قد بدأوا يتحدث بعضهم مع بعض، يا جماعة كم صلينا؟ ركعتين؟ لا صلينا 4. طيب كيف يعني نقصت الصلاة؟ أما الذي حصل؟ وخرج بعض الناس من المسجد، فأخذ بعض الناس يتكلم بعضهم مع بعض وهابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل اسمه ذو اليدين، وطبعا هو ليس اسمه ذو اليدين لكن كنيته، لأنه كان في يديه طول فكانوا يسمونه ذو اليدين. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنت نسيت وصليت ركعتين، أم الصلاة قصرت بدل 4 ركعات خلاص رب العالمين جعلها ركعتين؟ قال صلى الله عليه وسلم ما نسيت ولا قصرت. قال بل نسيت، ما دام أنك تقول ما نسيت ولا قصرت إلا أنت نسيت. قال وما ذاك؟ قال صليت بنا ركعتين. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ صحيح أن صليت ركعتين؟ قالوا نعم يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين. فقام صلى الله عليه وسلم إلى محرابه وصلى بهم بقية الركعتين، ثم بعدما سلم منهما سجد صلى الله عليه وسلم سجود السهو. فهذا مما سهى فيه صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ركعات وسلم ثم سجد أيضا للسهو. مرة قام من 2 ولم يجلس للتشهد فسجد للسهو. لكن وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد، وفي بعض الروايات قال فليسجد 2 سجدتين قبل أن يسلم إلى آخر ذلك. لكن يا جماعة لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم سهى، ما يعني أنه يعني لما يصلي 23 سنة مثلا، أو قول الصلاة فرضت في السنة 3 أو 4 مثلا بعد البعثة، يعني صلى مثلا لمدة 20 سنة، أضرب 20 سنة كل سنة كم فيها من صلاة؟ كل شهر فيه 150 صلاة إضافة إلى صلوات القيام الليل والنوافل التي يصليها بأصحابه والاستسقاء والعيدين وغير ذلك. قل كم ركعة، كم يعني صلاة صلى خلال هذه السنوات الطويلة، ولا سهى يا جماعة إلا في 3 أو 4 صلوات. وبعض الناس اليوم تجد أنه في الأسبوع يسهو سهو أو سهوين، فلا يعني أنه صلى الله عليه وسلم سهى أننا نتساهل، لا، نعم هو سهى لكن لأجل أن يبين الله تعالى شريعة لأمته، ولأنه بشر فلا يعني أن الإنسان يتساهل ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى. يشرع سجود السهو أيها الإخوة والأخوات في 3 مواضع. من ذلك إذا زاد في الصلاة، أو إذا نقص من الصلاة، أو إذا حصل عنده شك في صلاته. فهذه 3 مواضع لأجل سجود السهو. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يعني يضبط أمر صلاته بحيث أنه ما يقع عنده خلل. أنا سأمر معكم على هذه الأنواع 3. الزيادة في الصلاة قد تكون زيادة من نوعين، إما أن يزيد شيئا من جنس الصلاة أو يزيد شيئا ليس من جنس الصلاة. لما نقول يزيد شيئا من جنس الصلاة مثل ماذا؟ مثل إنسان مثلا سجد السجدة الأولى في مثلا صلاة في الركعة الأولى ثم جلس رب اغفر لي، ثم سجد السجدة الثانية فأطال فيها فظن أنها هي السجدة الأولى فجلس قال رب اغفر لي ثم سجد، فهذا الآن زاد شيئين، زاد جلسة بين السجدتين ثانية،
وزاد سجودا ثالثا أيضا، فهذا زيادة من لكنها من جنس الصلاة لأنها سجود. خذ مثالا على من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة. إنسان مثلا يصلي فمثلا أصابه حر مثلا ففتح أزرار ثوبه ونزع ثوبه وبقي مثلا بالملابس الداخلية الساترة لعورته، وضع الثوب على جنب. هذه زيادة أفعال معينة فعلها ليست من جنس الصلاة، فهل تفسد صلاته بها أم لا؟ بالنسبة للزيادة التي ليس من جنس الصلاة، مثلا من نزع ثوبه، أو مثلا كان عليه مثلا رداء فنزعه، أو نزع غترته، أو نحو، أو مثلا يعني أصابه حر فبدأ ينزع الجورب ونحو ذلك، هذا إذا كان فعلا كثيرا بحيث أن الذي يرى من بعيد يقول هذا ما يصلي، هذا جالس ينزع الجوربين، هذا تفسد صلاة إذا كان كثيرا. أما إذا كان قليلا مثل فتح الباب، أو مثلا يعني عدل غترته، أو مثلا أخرج منديلا ومسح أنفه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. إذن عندنا نوعان، إما أن تكون زيادة ليست من جنس الصلاة، أو أن تكون زيادة من جنس الصلاة. طيب، الزيادة التي ليست من جنس الصلاة تكلمنا عنها. خذ الزيادة التي من جنس الصلاة، متى تكون مفسدة للصلاة ومتى لا تكون مفسدة. الزيادة التي من جنس الصلاة تتنوع إلى زيادة في الأقوال أو زيادة في الأفعال، قد يزيد شيء من الأقوال أو يزيد شيء من الأفعال. فما هي زيادة الأقوال وما هي زيادة الأفعال؟ نبدأ معكم بزيادة الأقوال، مثلا من في صلاته مثلا قال سمع الله لمن حمده، ثم بدأ قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تذكر أنه لا، هذا قيام، هذا بعد الركوع، هذا ليس قراءة فاتحة، فأكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر، وسجد. طبعا السجود لا يرفع يديه كما سيأتي معنا، سجد. فهذا زاد زيادة لكنها زيادة من الأقوال وليست زيادة من الأفعال. هذه الزيادة التي في الأقوال هذه لا يلزمه فيها سجود سهو على الصحيح، وإن سجد للسهو جاز له ذلك. هذا فيما يتعلق بالزيادة في الأقوال. كذلك الزيادة التي تتعلق بالأفعال، لو أنه زاد شيئا من الصلاة، زاد مثلا سجودا، أو زاد ركوعا، أو زاد مثلا يعني سلاما في الصلاة أو نحو ذلك، مثل أعطيكم مثالا غير الركوع والسجود. نفرض يا جماعة أن إنسان مثلا يصلي صلاة الظهر، فالركعة الأولى صلى صلاة عادية، ثم قام إلى الركعة الثانية، انتهى من الركعة الثانية جلس قرأ التشهد، ثم واشهد أن محمد عبد الرسول الله أكبر، قام إلى الركعة الثالثة سجد السجود الأول في الركعة الثالثة، ثم جلس، ثم سجد السجود الثاني، ثم لما سجد السجود الثاني ظن أن هذه الركعة الرابعة فجلس قال الله أكبر التحيات لله والصلاة. الآن هذا زاد جلوسا وزاد كلاما، لما قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام تذكر هذه الركعة الثالثة، أنا ما الذي أجلسني؟ قام إلى الركعة الرابعة، هذا عنده زيادة في الصلاة، صح؟ هذا تعتبر زيادة في الصلاة، كما أنه لو زاد سجودا أو ركوعا أو نحو ذلك. في هذا الحال ما دام أنه زاد شيئا في الصلاة فإن المشروع له في هذا الحال أن يسجد للسهو. طيب متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو قبل السلام أم يسجد للسهو بعد السلام؟ تعالوا نفصلها. الآن يا جماعة نفرض أن الصلاة خط مستقيم، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. هذه الصلاة الأصل أنها ركعة فيها ركوع سجدتين، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين وجلسة تشهد، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين جلسة تشهد، ثم سلام. فصاحبنا هذا كيف كانت صلاته؟ أعطانا ركعة فيها سجودين وركوع، وركعة فيها سجودين وركوع وجلسة تشهد اللي هي الركعة الثانية، ثم الركعة الثالثة المفروض فيها سجودان وتشهد، هو زاد فيها الجلسة التي ظن أنها تشهد أخير وقطعها وقام، إذن الصلاة فيها زيادة. طيب سجود السهو أيضا هو زيادة في الصلاة لجبر النقص، فما دام أنك زدت في الصلاة فلا ينبغي أن تأتي بسجود السهو وتزيده أيضا في الصلاة، فتجعل سجود السهو بعد السلام. إذا كانت الصلاة فيها زيادة اجعل سجود السهو بعد السلام. أما إذا كانت الصلاة في الحالة الثانية وهي إذا نقص من الصلاة شيئا، نفرض يا جماعة أن إنسان مثلا يصلي فلما قام إلى الركعة مثلا الركعة الثانية صلى الركعة الأولى كلها تمام 100%، قام إلى الركعة الثانية المفروض يجلس للتشهد، نسي صاحبنا وقام قال الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تذكر أني ما جلست للتشهد، خلاص ما يجوز أن يرجع إليه، دخل في ركن ما يجوز أن يرجع إليه، لكن تعتبر صلاته هذا الخط المستقيم فيه هنا نقص، فيه فجوة. طيب يحتاج أن يسدها بشيء زائد على الصلاة، يأخذ سجود السهو ويسد به هذه الفجوة. إذا عندنا قاعدة يا جماعة، إذا كان قد يعني زاد شيئا في الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، أما إذا كان قد نقص شيئا من الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل السلام. هذه قاعدة عندنا، زيادة اسجد بعد السلام، نقص اسجد قبل السلام. طبعا الذي يزيد في صلاته الأصل أيضا أن يسجد بعد السلام، لكن هل يسلم مرة ثانية أم لا؟ هذه أيضا فيها كلام طويل لأهل العلم. هل يسجد، هل إذا 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 سجد بعد السلام هل يقرأ التشهد مرة ثانية أم لا يقرأ؟ الصحيح أنه لا يلزمه أن يقرأ التشهد مرة ثانية، وإنما يسجد يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم مثلا يسجد الله أكبر سجدتين ثم يجلس ويسلم مرة أخرى. هذا فيما يتعلق أيها الأحبة الكرام بسجود السهو، وما يتعلق أيضا بسجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. عندنا أيضا قاعدة مهمة، أو هي حالة ثالثة تقع لعدد غير قليل من الناس، وهي إذا كان سجود السهو ليس لأجل زيادة ولا لأجل نقص، إنما هو شك في الصلاة. أنا أعطيكم مثالا على ذلك. نفرض أن إنسانا مثلا لما أراد أن يصلي في صلاته قام إلى الركعة مثلا الثالثة فشك، هل هذه الثالثة أم الرابعة؟ أو مثلا هي الركعة الرابعة وشك، هل هذه الركعة يا جماعة الثالثة أم أنها الركعة الرابعة؟ التبس عليه الأمر ولا يدري. ففي مثل هذا الحال ما دام أن الأمر ملتبس بهذه الطريقة، فالمشروع له هنا أنه إذا أراد أن يعني يأخذ، إذا كان عنده غلب الظن قال والله الظاهر أن هذه الرابعة، خلاص اعتبرها الرابعة، إذا غلب على ظنك 90% أنها الرابعة اعتبرها الرابعة واسجد للسهو قبل السلام احتياطا. أما إذا قلت ما أدري يا جماعة هي الركعة الرابعة أم الثالثة، ما استطعت أن أرجح، نقول إذا اعتبرها هي الركعة الثالثة، خذ بالأقل الأحوط، كما لو أن إنسان يطوف حول الكعبة والتبس عليه الأمر ما يدري هذا الشوط السادس أم السابع، نقول نجعله السادس. إنسان مثلا يرمي الجمرات في الحج ما يدري هل هذه الجمرة الخامسة أم السادسة، نقول اجعلها الخامسة احتياطا. كذلك أنت إذا التبس عليك هل هذه الركعة الرابعة أم الثالثة، تعتبرها الركعة الثالثة احتياطا، ثم قم وإيتي بالركعة الرابعة واسجد للسهو متى؟ بعد السلام. اسجد للسهو بعد السلام لوجود الشك. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى واحدة أم اثنتين فليجعلها واحدة، ما يدري صلى اثنتين أو واحدة يجعلها واحدة، وإن لم يدري اثنتين أو ثلاثا فليجعلها اثنتين، رواه الإمام أحمد ومسلم. طبعا بالنسبة للمأموم، أحيانا المأموم يا جماعة يصيبه الشك، نفرض أن إنسان مأموم يصلي فالتبس عليه الأمر ما يدري أنا الآن دخلت مع الإمام في الركعة الثانية أم في الركعة الثالثة، ما يدري، هو فاتها أول الصلاة لكن ما يدري، ففي هذا الحال يأخذ بالأقل أيضا، يأخذ بالأقل يعتبر نفسه دخل في الثالثة ويأتي بركعات بعدها ويسجد للسهو بعد السلام. كذلك من أهم ما يتعلق بهذا فيما يتعلق بأمر الصلاة والسجود، أن بعض الناس يا جماعة يأتي ويدخل مع الإمام ثم والإمام راكع ثم يدري يا جماعة هل أنا أدركت الركوع أم لم أدركه. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أنك جئت والإمام راكع، الإمام راكع، جئت أن تمشي فقلت الله أكبر، أول ما بدأت تركع قال الإمام سمع الله لمن حمده وقام. طيب يا جماعة أنا أدركت الركوع فأعتبر نفسي أدركته وأحسب هذه الركعة وآتي بركعة واحدة بعدها أو ركعتين بحسب ما فاتني، أم أني لم أدرك الركوع ويجب علي أن آتي بركعة بدلها؟ هل هذا الإمام يا جماعة قال سمع الله لمن حمده بعدما قام أم قالها وهو راكع؟ في هذا الحال نقول خذ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ الأحوط لك أنك تعتبر نفسك ما أدركت الركعة وتعتبر هذه الحركة زائدة منك وتقوم تأتي بركعة بدلها وتسجد للسهو بعد السلام، لأن فيه زيادة في الصلاة، فيه زيادة. بقيت مسألة أخيرة، وهي لو أنك جئت والإمام راكع مثلا، قلت تريد أن تكبر الآن تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال الركوع
وتخشى أن يفوتك. يعني الإمام راكع تخشى لو قلت الله أكبر الله أكبر أن يقول سمع الله لمن حمده. ففي هذا الحال يكفي أن تكبر تكبيرة الإحرام ويدخل فيها الركوع، فتقول الله أكبر وتنوي أنها الإحرام ويدخل فيها الركوع وتركع. وإن كبرت تكبيرتين، إن قلت الله أكبر الله أكبر، فهذا أولى وهو الأقرب إلى السنة. هذا باختصار في الحقيقة يعني جمل من أحكام سجود السهو، وقد حاولت أن أحيط على الأقل ب90% من أحكامه، بقيت بعض اللطائف حول سجود السهو. يمكن للإخوة إن شاء الله الحريصين أن يعودوا إلى يعني كتب الأحكام مفصلة في ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.